بدأنا بسم الله. من أجل مستقبل مشرق مبني على تعاليم الإسلام الوسطى، انتهزت شركة المرتقى لتعليم الحرف تراغن ذكرى المولد النبوي الشريف بإقامة احتفالية لأطفال روضة ومدرسة الشركة. تنوعت فيها العديد من الفقرات الفنية والأناشيد الدينية والابتهالات. الاحتفالية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف من سن 5 سنوات إلى عن 13 سنة، ونشكر الأمهات، نشكر الحضور الكريم، ونشكر كل من ساهم وساعدنا في الاحتفالية هذه. شركة المرقى التعليم الحر، وكل سنة وانتم طيبين مناسبة عيد المولد النبوي الشريف. الاحتفالية تضمنت أيضا إقامة مسابقات حول السيرة النبوية والمعلومات العامة بهدف اختبار ثقافة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع. نحب نشكر معلمات ومعلمين المدرسة، وبالأخص إلى الأستاذة القديرة مديرة المدرسة أبلة رابحة الحاج، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى 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 القسم المالي المفوض العام للشركة ونائبه الأستاذ صالح إبراهيم معيوف. كل عام أنتم بخير يا حبيبي يا رسول الله. فرحة كبيرة عبر عنها تلاميذ الروضة بحضور أمهاتهم التي شاركنهم هذه الاحتفالية، وتم توزيع الحلويات والهدايا تعبيرا عن الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المناسبة العظيمة.